Hello everyone, my name is Mahmoud. أنا جاي النهاردة أقدملكم نتكلم عن البروجيكت بتاعنا، نتكلم عن الشيبس. بس احنا في الأول محتاج عايزين نعرف مين عن البروجيكت. طبعا أنا إيدر، محمد رافض، محمد نصار، عمر سعيد، وبعد سعيد. قبل ما نتكلم على أي حاجة في الديجيتال ديسربشن، عايزين نعرف أول حاجة أربع مين بوينتس. الديفينيشن بتاعه، هاو إت وركس، وير ستارت، أو فين بدأ، و how it affect the market. في فيديو الأول يبقى more specific يشرح الحاجة برضه أكتر عشان برضه في الماركت information. ازاي بيشتغل؟ الديفينيشن بتاعه ازاي بيشتغل؟ ازاي بدا اصلا؟ وازاي بيأثر على الاقتصاد؟ اول حاجه الديجيتال ديستربشن هو ثوره معلوماتيه وثوره صناعيه بدلت كل الترديشنال والهارد وركس اللي كان بيعملوا الامبلويز وبقى حاجه ديجيتال بقى ممكن شخص ولا شخصين هم اللي يعملوا كل الحاجات دي بتاعتهم في الشركه. اوت وركس دايما لما يكون في تكنولوجيا جديده لسه طبعا
ده حجم البرنامج وحجم الضيف عشان الديجيتال هتبقى ليه بدات تفرق عمل يعني ديجيتال ستراكشر. مثلا يعني زمان في برامج المونتاج كان اول حاجه مفيش برامج بس التقطيع اللي هو الشريط القديم ده خالص. دلوقتي بقى في برامج مونتاج طبعا كل شيء بيتضاف لها تول جديد طبعا مبرمج. ودلوقتي بقى اللي وصلنا ان الاي اي ممكن حتى هو يعمل امبلمنت خالص. ده مثلا على هاو تو وين تو ستارت. وطبعا هو ده من قبل التسعينات طبعا بس برضه عايزين نعرف امتى سطع مش سطع بشكل كبير جدا في كل العالم. امتى ظهر وبقى ليه يعني اسم كبير جدا ومسمع في كل حته. هو بدا في 1990 ده من وقت الدايت. دلوقتي ازاي بقى بيأثر على الايكولوجي؟ بيقول لك هنا ديجيتال سوليوشن امباكت اون ايكونومي باي درايفنج انوفيشن كريتنج نيو جوب اند انكريزنج برودكتيفيتي. طبعا ديجيتال ستراكشر بيزود طبعا البرودكتيفيتي في اي شيء في اي دوله وفي اي بزنس بيعمل دايما كريتنج نيو جوب بيزود الانوفيشن. عايزين نعرف دلوقتي ايه هي الاوبجيكتيف بتاع ديجيتال ستراكشر؟ Digital disruption aims to innovate, boost efficiency, enhance consumer experience, and create new business opportunities. That is the vision. Digital disruption research a problem in digital distribution. There are seven issues. Digital disruption. Of course, the main impact is technology, inequality, equality challenges, digital skills gap, sustainability, application, ethical consideration, resilience and adaptation. Think about this story. Spotify. Spotify صورة كبيرة جدا في عالم الموسيقى. زمان عندنا دايما الرسم المضبوطة والشرايط اللي كنا بنشتريها ونسمع عليها دايما الأغاني. سبوتيفاي لما عملت المنصة وصولها سهل جدا وصول الموسيقى والتوزيع بقى سهل جدا بشكل ما حصلش. وبرضه في بقى اشتراكات زي اشتراك بريميوم برضه سهل الموضوع بقى خلي بدل ما تقعد تنزل كل شويه تشتري شريط مثلا موسيقى ولا حاجه عشان تسمعه فممكن تشتري بس في الموقع يعني يفتح لك كل خانه الموسيقى اللي انت عاوزها. او لو انت مثلا عايز تشتري ممكن يفتح لك كله ببلاش بس هيجيب لك اعلانات من فوق. ده بالنسبه للبيس ستور. بالنسبه بقى للليكشر ريفيو كان في حد اسمه هايز مولر اتكلم عن الديجيتال ستراكشر. قال الستراكشر طبعا ثوره كبيره جدا ليه اجابات كتير جدا بس برضه ليه شالنجز. طبعا ديجيتال ستراكشر لما قاعد تضيف اي تكنولوجيا جديده في الشركه بتاعتي دايما ده مكلف جدا من سيستم سوفت وير واجهزه. فطبعا حاجه زي كده ممكن تخلي شركتي في كتله التكلفه الكبيره بتاعتي. وممكن برضه بس على اكتر من حاجه ثانيه بس برضه الهيدز دي حاجه ثانيه هشرحها بعد كده. بالنسبه بقى للانفورميشن طبعا الديجيتال ستراكشر صور كبيره جدا بس برضه في سلبيات وبرضه مخاطر كبيره جدا كبزنس كتكلفه وكتبني حاجه زي كده وبس كده. انا كده خلصت دلوقتي اول كليه احمد هيكمل بقى ويشرح لنا اكزامبل بقى حقيقي على الديجيتال ستراكشر. ممكن تفضل. Hello everyone, my name is Ahmed. دلوقتي انا هشرح مقدمة بسيطة عن الديجيتال ديسربشن ان تشاينا. الديجيتال ديسربشن ان تشاينا اثر على عدد من الجوانب المختلفة منها الانتاجية والجودة والطلب والتوزيع والابتكار والقوة العاملة. الصين دلوقتي بقت اتغيرت فيها كل حاجة يعتبر. عندنا مثلا شركات التجارة الإلكترونية زي علي بابا أو أمازون دي غيرت فكرة التسويق تماما بشكل كبير. وبرضه الذكاء الاصطناعي ساهم في تطوير صناعات التقلية وخلاها تبقى أكثر فعالية وأكثر إنتاجية. ده كده بالنسبة للإنترودكشن. بالنسبة للكيسز عندنا مثلا في الديجيتال ديستربشن عندنا مثال زي الإي كوميرس زي ما قلنا زي علي بابا وأمازون. وعندنا برضه كومنت يعني يعتبر الصين كومنت بإخلاء كل النماذج التقليدية واشتغلت على الديجيتال دلوقتي. وعندنا في الـ في الـ study
عرفنا ازاي بتتكيف الشركات مع التكنولوجيا الحديثه وازاي قدرت تحقق النجاح دوت في التكنولوجيا. هي اكيد واجهت تحديات في الحوار ده بس اتغلبت عليه وقدرت تنجح فيه. الصين كانت أكبر دول قدرت تحقق النجاح في التكنولوجيا، لأنها يعتبر دلوقتي هي اللي تنتج تليفوناتنا كلها، السمارت ووتش، كل الحاجات دي كلها الصين هي اللي عاملاها. عندنا في التحديات طبعاً عندنا القوة العاملة قلت، لأن الديجيتال مع الديجيتال والديجيتال ديسربشن خلى القوة العاملة تقل. وده ادى يعني هيؤدي طبعا لاثار سلبيه اللي هي مثلا البطاله. بس وعندنا الفرص طبعا الاوبورتيونتي، عندنا سلاسل الامداد للمعلومه اللي هي البلوك تشين تمام. بس ده كده بالنسبه للسلبيه. هنا في الرسمه عندنا هنا في بدايه الثمانينات ازداد الجي بي بلوس بشكل غير مظبوط. بعد كده حصل زاد يعني زاد بنسبه 15%، بعد كده قل في التسعينات يعني وصل للدولار، بعد كده زاد تاني لحد ما وصل استقر في 2000، بعد كده زاد بنسبه 14.2% في سنه 2007، بعد كده بدا ينخفض لحد سنه 2022 وده بالنسبة للتلاتة. كده بالنسبة للجي بي بلوس. بالنسبة للشيشر ريفيو عندنا في واحد اسمه لوفون. لوفون دوت كان بيقول ان في شركة اسمها شركة ملاس للأساس. ديت كان بيستخدم التكنولوجيا او الديجيتال ديستربشن لتقليل المده الزمنيه من 30 يوم ل 10 ايام. يعني زمان كانوا بيستخدموا 30 يوم عشان ينتجوا حاجه ويودوها لبره مثلا، دلوقتي بقى يستخدموا 10 ايام بس، فده يعتبر طول المده، فده معناه ان هو يزود الانتاجيه والكفاءه. وساعد طبعا الديجيتال ديستربشن في الشركات على تحسين الجودة والكفاءة للمنتجات. كونكلوجن بقى، كونكلوجن طبعا هنختم ان الديجيتال ديسربشن يعني ساعد بشكل كبير ان هو ينمي اقتصاد الصين ويعزز الكفاءة والابتكار ويزود الانتاجية بتاعتهم. وطبعا الحكومه شجعت الديجيتال ديسربشن لان ده ساهم في العديد من النجاحات المستمره. وطبعا بالنسبه للتشالنجز التحديات ان هي تفاوت التطبيق، يعني في اللي تحاول مره واثنين ثلاثه لحد ما تنجح في الديجيتال ديسربشن. وعندنا طبعا بالنسبه للوظائف معظم العمال، يعني مثلا لو في شركه فيها 5000 موظف دلوقتي مثلا بقى ال 2000 بس هم اللي بيشتغلوا في الفرع ده، فده هيؤدي للبطاله بعد كده والناس مش هتعرف تشتغل في الشركه، بس ممكن الناس تتطور من نفسها وتاخد كورسات تقدر تشتغل اونلاين مع عشان ما يحصلش اثار سلبيه ولا بس. وقدرت طبعا تتحدى المخاوف مثلا امن البيانات اللي هي مثلا ممكن مثلا البيانات دي تحصل سرقه او النظام يقع والكلام ده كله، فهي قدرت تظبط السيستم على قد ما تقدر. بس وفي الاخر نقول ان ديجيتال ديستربشن قدر ان هو يواجه التحديات وحقق النجاح. بس شكرا دلوقتي عماد. انا اسمع عماد وهتكلم عن ديجيتال ديستربشن الانجليزي. اتكلم عن الديجيتال ديستربشن في الاندستري. حصل تغيير في البيع والشراء تغيير جذري جدا، تحس ان الناس مثلا كانوا بيشتروا مثلا في التمرينات الرأس اللي هي مثلا شرايط يتفرجوا على فيلم او اغاني مثلا. بعد كده طلعت المنصات زي ساوند كلاود او
خلى المحلات يمكن بيبيع الكلام ده تقفل وناس كتير يعني ما بقتش تشتغل بسبب الحاجات اللي اتقفلت. ده ادى في راحه في الشراء وفي البيع والابتكار ازاي تعمل المنتج بتاعك. نيكست سلايد. خميس كلية عمر في عدد الوادي عشان ده بطل وفيدي بصراحة. ميلوز عمر سعيد. دلوقتي انا هتكلم عن الباك اوف ديجيتال ديستربشن في اليونايتد ستيت. عندنا اول حاجه حصل تاثير في تاثير ايجابي اولا وبعد كده في تاثير سلبي وبعد كده عندنا كيس ستادي. اول حاجه التاثير الايجابي حقق الديجيتال ديستربشن حقق لنا راحه وسهوله في الوصول وخفض التكاليف في معظم الاعمال وزياده التنوع والابتكار والفوائد الباقيه. تاني حاجة في النيجاتيف حصل عندنا جوب ليس، يعني زي الناس اللي كانت مركزة في المحاضرة بتاعت الدكتور من شوية، هو اتكلم عن الموضوع ده لأن لما بيحصل عندنا ديجيتال ديستربشن بيحصل فيه وظائف بتنتهي وبيحل مكانها وظائف جديدة. هو قال الوظائف دي ما بتنتهيش خالص لكن بيحل مكانها ايه وظائف جديدة يعني. فبيحصل عندنا جوبلس وفي طبعا وظائف الناس اللي هو طبعا ما بتطورش من نفسها دي وظائفها بتنتهي خالص. وبيحصل بقى عندنا بعد كده ديجيتال ديفايد والبرايسي يعني القرصنه. بيحصل بقى زي ما قلنا ان لما تبقى كل حاجه فيها ديجيتال ديستربشن بتعدي من مخاطر القرصنه والاختراق بتوع الهاكر. وبعد كده عندنا اخر حاجه الكيس ستادي. الخلاصه يقدم التوزيع الرقمي فرصا للتحديات وتعد معالجتها بفعاليه امرا حيويا لتحقيق اقتصاد رقمي عال ومستدام. اللي بعده عندنا بقى الجراف ده مهم جدا يبين لنا اللي حصل في جي دي بي 4 بنسبه 3.5% ان دروب since عام 1946. هو عندنا طبعا حصل يعني ده كان يعتبر اكبر نسبه جي دي بي 4 حصل انهيار في الجي دي بي بتاع امريكا بنسبه 3.5% في عام 2020 وده كان اكبر نسبه انهيار. ليه السبب؟ next بعد كده معانا بعد كده عندنا بقى الفيتشر ريفيو. عندنا بقى الديجيتال تكنولوجي اخترقت التكنولوجيا الرقميه والمجالات الاقتصاديه والاجتماعيه such as production and logistic يعني في المجالات الانتاجيه واللوجستيه وأدت إلى مرحلة التطوير المبتكر من حيث الحياة وتستخدم التكنولوجيا الرقمية بشكل كبير. next. فترة الثمانينات كان في شركة اسمها بلوك باستر. شركة بلوك باستر دي كانت متميزة وضخمة في صناعة أرشات الفيديو وأرشات الألعاب. وحصل ديجيتال ديستربشن ده ادى لظهور مثلا حاجه زي نتفليكس. فحصل ان مبيعات الشركه دي ابتدت تقل وما بقاش في حد بيشتري وده ادى ان هي تقفل فروع كان عندها فروع كتير حوالين العالم وفي امريكا وده ادى ان هي تقفل فروعها وتصرح العمال اللي عندها. وجت لها فرصه ان هي تبقى جزء من شركه نتفليكس بس هي رفضت. فلما هي رفضت خلاص يعني يعتبر قفلت كل الفروع. وفي 2010 الشركه دي اعلنت افلاسها بان هي مش قادره تواكب العصف اللي هي التسعينات او في اعلنت افلاسها
ما بقتش قادره تواكب. Next. دلوقتي هو التقرير بتاع محمد يشرح لنا دلوقتي الكومبيرنج بين تو ستيت وشاينا. ايه اللي حصل؟ الواد التاني بيشتغل ديستربشن وواحد بيشتغل ديستربشن. خد بالك. معايا اسمي محمد رفعت. Initially, the report indicates that 96% of investment in digital platforms are concentrated in Asia, North America and Europe, with 70% of revenues focused in the United States. Companies in the northern hemisphere often hire workers for regions with lower wages in the southern hemisphere, exacerbating economic disparities and employment risks. دلوقتي هنعمل مقارنة ما بين إجمال الناتج الداخلي بين الولايات المتحدة والصين إلى حدود سنة 2020. هنمسك أولاً أمريكا. أمريكا من سنة 1980 وهي بتزيد زيادة تدريجي ملحوظ كبير حتى سنة 2020 مستمرة في الازدهار. أما عند دولة الصين فهي بدأت تزيد ازدياد سريع بس ما كانش سريع زي بداية الأمريكا بس كم مطلع. في بداية الألفينيات بدأت تزيد ازدياد غير مظبوط. عندنا ثلاث أجزاء هنتكلم عنها: الإنفراستراكشر والإي كوميرس والبنية. الإنفراستراكشر البنية الداخلية البنية التحتية. US أمريكا كانت أدفانسد في حتة الإنفراستراكشر وكان عندها وادي اسمه وادي سيفن. ده وادي أو مكان فيه تجمعات أكبر شركات الاتصالات مختصة في الإنترنت. أما الصين كان عندها تكنولوجيا مكنتها إن هي تواكب وتتسارع في التطور التكنولوجي. وكان عندها وادي او مكان برضو اسمه شينفو. الاي كوميرس اللي هو التجاره الالكترونيه. التجاره الالكترونيه في امريكا كانت السائده اللي هي امازون. كان برضو بعض المشاريع اللي هي الناجحه الصغيره. اما عن الصين كانت مشهوره بعلي بابا وليجي وجي دي دوت كوم. برضو ده موقع زي علي بابا. برضو عندها سهوله الاستخدام في الدفع بالموبايل البيمنتس المدفوعات. امريكا معروفه ان هي عندها بوبيلر ديجيتال بيمنت سيستم بس بيبقى مشكلته في جزئيه ان هو بطيء في الاستجابه شويه او روتيني شويه. اما عن الصين كان اي حاجه موبايل بيمنتس يعني منتشره كتير قوي بحيث ان هي مثلا كان في منها امثله كتير زي مثلا Thank you. Thank you for the team. Thank you for the nice presentation. And thank you for the good team. If you have any questions, please tell us. We'll be willing to answer your questions. Thank you so much. Thank you so much.